تعالى ذا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.